طيب أنا من كم يوم حكيت لكم قصة متهم في أمريكا إحنا سميناه وقتها أوقح متهم في العالم، ووعدتكم على الهواء مباشرة إنه أنا أتابع لكم الموضوع، فأنا الآن رح أوفي بوعدي. اللي صار كان صار في محكمة في ميتشيغان بين القاضي سيدريك سيمسون والمتهم كوري هارس. هذا كوري هارس كان عنده جلسة محاكمة في قضية مرورية وظهر قدام القاضي عبر زوم وهو بيسوق السيارة. Mr. Public Defender Natalie Tate for Mr. Harris, who should be present. Mr. Harris, are you driving? Actually, I'm pulling into my doctor's office, actually. Just give me one second. I'm parking right now. Hey. You stationary? I'm pulling in right now at this second. Yes, I am. All right. What are we doing? وبعد ما شفنا الفيديو وانصدمنا جات الصدمة الأكبر، وهي أصلاً إنه بيتحاكم أصلاً لأنه رخصته مسحوبة. والقاضي من الصدمة كده صار يعني زي ما شفته جالس يعني يطالع ويتأتأ، ما صدق نفسه يعني. وفي الآخر طبعاً لغى الكفالة وقال له روح سلم نفسك للسلطات قبل 6 المساء ولا أنا رح أصدر مذكرة باعتقالك. Maybe I don't understand something. This is a driving while license suspended. That is correct, Your Honor. And he was just driving and he didn't have a license. Is with the charges, Your Honor? Yes. No, I'm looking at his record. He doesn't have a license. He's suspended and he's just driving. That is correct, Your Honor. I don't even know why he would do that. So defendant's bond is revoked in this matter. Defendant is turning himself into the Washtenaw County Jail by 6 p.m. today. Failure to turn himself in will result in a bench warrant with no bond. المتهم المصدوم، واللي طبعا ما حد فينا فاهم هو ليه مصدوم وكده، ولا لا وقاعد وبيسمع الكلام وفاتح فمه كده ومدهوش يعني. المهم خلاص يعني صار اللي صار، راح وسلم نفسه وانحبس يومين فعلا. وامس كان في جلسه جديده في القضيه، وهنا عاد تخيلنا انه الامور خلاص راح تتحل، لكن هنا عاد زي الافلام تجي ايش البلوت تويست اللي لا على البال ولا الخاطر. Based upon what the court looked at, he has never had a Michigan license, ever, and has never had a license in the other 49 states and commonwealths that form up this great union. He has never had a license. نعم، مثل ما سمعتوا، هاريس أصلاً ما كان بيسوق برخصة قيادة مسحوبة. المتهم أصلاً ما عنده رخصة، ولا في حياته كان عنده رخصة. يعني لا فظيع فظيع فعلا. وعشان ازيدكم من الشعر، بيت هارس عليه مذكره توقيف من 9 سنوات كمان في موضوع القياده من غير رخصه. هذا مصمم يعني. وطلع اللي صار انه هو توقف وهو بيسوق وانطلبت منه رخصته، فقال رخصتي مسحوبه، فعملوا له مخالفه وقضيه. لكن ما فكر احد من الشرطه انه يروح يشيك رخصته فعلا مسحوبه وايش. ما حد تخيل خياله يوصل انه في واحد يقول يعني يوصل لدي الدرجه جالس يسوق السنين دي كلها من غير رخصه يعني. ولما وصل الموضوع المحكمة اكتشفوا انه في سجلات كل ولايات امريكا ما عنده رخصة الرجال. عموما القاضي رجع سجنه وتحدد له طبعا موعد للمحاكمة. بس الحقيقة يعني ما ادري هي جرأة ولا وقاحة ولا يعني هو شخص غريب فعلا، غريب هو غريب